عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى إنجيلي بهدف تطهيري ومراقبة الجمارك، فإن العملية تتكرر من قبل وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود ووزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر. الزيارة شملت مطار حسن جاموس الدولي بجميع مرافقه الجمركية والأمنية لرؤية عمال الجمارك الذين وجهت لهم تعليمات صارمة من قبل كارتداء الزي الرسمي للجمارك وبسط النظام وإبعاد كل من ليس له صفة رسمية بالجمارك. وتفقد الوزيران والوفد المرافق لهم من المدراء العامون للجمارك والشرطة الوطنية، حيث تفقدوا مخازن الجمارك والتعرف على كيفية سير العملية الجمركية بالمطار، وكذا المراقبة الأمنية باعتبار أن المطار البوابة الرئيسية للدخول والخروج، لذا يجب الإحكام عليها والسيطرة التامة. واستمع وزير المالية ووزير الأمن العام كل الشروحات والأعمال التي يقوم بها رجال الجمارك والأمن في المطار وتنفيذ كل الأوامر التي صدرت من الجهات العليا لتحقيق الرفاهية والأمن. جينا نشوف حل في المطار، المطار ده يعني وجه عن الهلة وعن البلد، واليوم ما شاء الله لقينا منهم تاني لابسين تمام، والواحد ولا اتنين لقينا بلا تاني طردناهم، ويمكن نسانكشونيهم بعد ذاك زول يجي في الأمل بلا تاني نعتبره كأنما من الدوان ونقدر نطرده نهائي، وبيجي بالتاني نضيف وبالتاني عن الأمل عشان الزول المودر ولا الزول التاجر اللي شافه بعرف ذاك الزول اللي نمشي نكلم معايا كم مشاكل بخص الدوان. ولاحظ وزير الأمن العام أحمد محمد باشر بأن أحد أجهزة المراقبة والتفتيش لم تعمل بشكل جيد، فأعطى أوامره بإصلاح الجهات على الفور، وأمر بضرورة إلزامية الزي الرسمي للجمارك وعدم السماح للمخالفين بالدخول في مباني الجمارك. الفوضى اللي متواجد في مطار في إنجيلي وفي كل المحطات الجمارك، وزي ما أنتم عارفين المطار هو يدوم خدمات كثيرة أمنية جمركية وما شابه ذلك، جينا فجأة اليوم ونجي باكر ونستمر إن شاء الله لزيارتنا لهذه الخدمات حتى نستطيع أن نمسح كل هذا المتواجد في وأنتهز هذه الفرصة. أي جوفرنر لابد من اليوم يقوم ينظف في أي بروفنس متواجدين فيه جمارك، متواجدين فيه شرطة، متواجدين فيه أمن، يقوم بسيط ينظفوا يمسوه لنا شغل بيسموه بوغوغو، شغل بيسموه ناس كده غير شرعيين متواجدين في أوساط الجمارك وأوساط الخدمات الأمنية، لازم ينظفوا تنظيف كامل وشامل، ينزلوا بصفتهم ولات أو جوفرنرات من البروفنس، ينزلوا في كل المحطات في إدارات الجمارك وعن الشرطة عشان يمسوه لنا مسح تام لكل بيسموه بوغوغو، مطلوب من أي جوفرنر بالقيام مثل هذا الدور اللي قلنا فوق هذا في إقليم بتاعهم، يقوموا ينظفوا تنظيف كامل. ما نسمع من بعد اليوم كلمة بوغو بوغو أنا دوان، بوغو بوغو أنا أوفري، بوغو بوغو أنا بوليس، بوغو بوغو أنا أنيس، بوغو بوغو ده ما نسمع الكلام ده، وأن هنا ليس فقط نخلصوا عن جميعنا وممكن ما نزيري ننزلوا في الأقاليم.